وهذا أحبائي لما بيتكلم بالعهد الجديد بيتكلم عن شخصية يسوع المسيح. يقول الكتاب عنه: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه، أي في المسيح يسوع، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. فلاحظ يعني هذا الموضوع في مجيء المسيح اللي هو نور العالم، أو كما قال المسيح عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. إن هذا النور إخوتي وأخواتي نور الهداية، إنه نور الخلاص، وإنه نور عمل الله من خلال عمل الروح القدس، إنه نور كلمة الله التي تسطع في الحياة والكيان فتبدد كل ظلمة.